شكرك يا رب. ده مصنعنا اهو، مصنع صغير جدا في مكان حلو جدا، يعني في مكان صغير لامم كل حاجة اهو. علب محمد صلاح اهي كلها مقفلة الحمد لله، غير اللي اتباع طبعا. البخت الصيني اهو متقفل شغلنا. الشنط اللي تحت دي فيها كل حاجة، شغل الفراشة متقفل اهو برضك ما شاء الله، يعني اهو شغل الشفاطة اهي متقفل الحمد لله، يعني الحمد لله والشكر ليك يا رب. حتة صغيرة جدا اهي عاملين فيها مصنع اهو. اعمل مصنع في قلب بيتك من يعني في جزء صغير جدا. الشغل ده متقفل مع حضرتك اهو ما شاء الله، يعني تبارك الله، مشروع ما شاء الله تبارك الله، مشروع ناجح جدا 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 جدا. ربنا يا رب يوفق الجميع. الشنط اللي تحت دي فيها الشغل اللي هو لسه مخلص. بنبدأ كل ما بنبقى فاضيين بنقفل حاجة ونعملها إن شاء الله. يعني بص جزئية قد إيه، جزئية صغيرة جدا ما يكملش أصلا ربع متر ما شاء الله تبارك الله، عاملينها في قلب الشقة حلوة جدا. ربنا يوسع علينا وعليكم وعلى كل الناس يا رب، ويكرمنا ويكرمكم يا رب، ويجازيكم خير على اللي انتم بتعملوه في القنوات بتاعت المشاريع الصغيرة. انزل شارع بين حارات بصراحة والله العظيم كنز من كنوز القاهرة. لو عجبك يعني المصنع بتاعنا ما تنساش بلايك وشير، وارجو الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله بإذن الله من على قناة شارع بين حارات. واسيبكم في رعاية الله، ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام.